يعني ان كمان مش بس هو نبض، هو كمان دم خفيف، وكانت كتابات خفيفة جدا على قلب القارئ، لدرجة ان انا قريتها اكتر من مرة. يعني خلصتها وانا مروحة المرة اللي فاتت وقريتها تاني. نبدأ بالمناقشين بتوعنا. نبدأ بالأستاذ أسامة ريان. حتى انا ابدأ بالالف وبعدين حضرتك كمان كنت اول للحضور. كان الله الف ميم. اه شوف ايه كان مساء الخير الصديقات والاصدقاء. دي امسيه سعيده لان يعني حتى من قبل ما انا يعني اتعرف عليها يعني كنت بقى كتير قوي بتابع الحلقات كتير قوي، كانت بتبقى هي ضيفه في البرامج التلفزيونيه، وكمان ايام الثوره كمان يعني كان في بعض البرامج هي ظهرت فيها ايام الثوره، يعني ايه كانت فيها مشاكل حاده يعني مع وضد وحاجات من. ولذلك انا في بدايه كلامي هنا هيبقى العنوان يعني عندما يكتب الثوار الادب، يعني الثائر هو ثائر، والادب في حد ذاته هو نوع من الثور، لكن هنا متضاف عليها في عبء تاني ان هي مهمومه باحوال الوطن. وبعدين اللي واضح ان هي عشان انا عجوز عنها في الجامعه شويه يعني شويه كتير يعني فكان بيلفت نظري الثوار اللي هم كان في زي تسليم وتسلم، اللي هم طبعا في عميد الثوار كمان موجود باشمهندس موجود، يعني هي حلقات متصله ورا بعض. فكانت هي من يعني 78، هي خريجه 78، يعني انا بكون في اوائل السبعينات، يبقى في فرق زمني هنا كتير يعني. فالمساله هنا ان الثائر دايما بتبقى عينه فاحصه لاحوال الوطن، ودايما هو شايف نفسه قادر على التغيير، وكتير قوي بيبقى هو بينتمي لجماعه، او يعني يكونوا هم يعني جماعه معتنقين نفس الفكر او الاراده للتغيير، وهو ده اللي بيبقى بيحفزه او ده اللي بيشجعه. هي فكرتني كمان بواقعه، يعني انا في مره في التحرير ايام 25 او بعدها بشويه كده، يعني في واقعه انا مضطر احكي جزء بسيط منها لان كانت ممكن تودي بحياتي، يعني لان انا طبعا في البدايه كنا متخبطين، الناس مش فاهمه ايه اللي بيحصل، وبالصدفه انا كنت في وسط البلد يعني الاتيجيه وكده وبتاع وهروح، فالجمهره بقى في وسط البلد. فانا لما لقيت ان انا بدرس يعني لشبان وكده، فتهيألي ان انا ممكن سطوتي كمعلم ان انا ممكن اتكلم معاهم، وكان في الواقع لان انا ما سالتهم عن كلمه ثوره في تراثنا. يعني هو بدا الكلام بيني وبينه وانا بفتكر كده ان كلمه ثوره في تراثنا كلمه سيئه السمع بصراحه، التراث القديم. يعني هتلاقي في الكتب التاريخ القديمه تلاقي ثوره الزنج مثلا، او مقاتل الطالبيين، او حاجات يعني مش هي المفهوم بتاع الريفوليوشن اللي بعد كده. او ان انا لقيت نفسي مضطر مع الولاد دول اكلمهم عن ان الثورات العالميه يعني الكبيره اللي كنا بنسمع عنها او درسناها او كده، يعني لما قامت الثوره مثلا كرومويل الانجليز مثلا، او مثلا الثوره الفرنسيه فيما بعد وروبسبير، وده كان الناس دول سابقهم افكار. يعني لو قلنا ان مثلا ان الانجليز كان قبلهم في لوك وبيكون مثلا، ان الفرنساويين كان عندهم في مثلا سبق الفرنساويين كان فولتير، روسو، مونتسكيو كده يعني كده. انما احنا او انا كانت وجهه نظري كده، العيال بقى انا فوجئت ان الجيل الحالي ده يعني اطلاعه على مجريات الامور قبل كده ده مفيش، وده عمل الفجوه اللي انا شايف انها كمان كانت هي الفجوه التعليميه، لان احنا ما تلقيناه من علم زمان. المدرسه كانت بتصفحنا بيه بحيث نبقى دريانين بمثلا ان في حاجه اسمها عصر النهضه. الجيل الحالي بالمناسبه لو سالته اي طالب من بتوع الجامعه دلوقتي ما يعرفش حاجه اسمها عصر النهضه خالص. المناهج بتاعت ثانوي تخلوا من الفكره دي نهائي، ودي طبعا كارثه. او مثلا ان في ثورات، يعني مثلا حكايه لافايت الضابط الفرنسي اللي كان في الجيش الامريكي مع جورج واشنطن، اللفه دي كلها انا فاكر احنا درسناها في ثانوي، بحيث واحنا في الجامعه كنا فاهمين كده. الجيل الحالي ده اتضرب ضربه قاسمه اعتقد من مطلع الثمانينات،
او يمكن من نص السبعينات اللي قبليه، يعني هي دي الحكايه. ولذلك إن انا بفتكر ان في اليوم ده العيال الصوار دول كانوا بيبصوا لي زي واحد جاي من حته تانية او من كوكب تاني، او كان سهل قوي في الوقت ده يقول لك ده مندس او ده، كان في تسميات كتير قوي. وبحمد ربنا ان انا يعني كنت يعني هي بس انا يعني حسيت ان الدكتوره بتدفعني دفعا للحكايه دي. 2008 يعني كان قبل الثوره كمان. ما انا فاهم، بس انا بقول كده هي سائره من قبل كده، يعني هي مش سائره، هي ما كانتش مستنيه الثوره. اما نيجي بقى للكتاب، يعني طبعا يوميات صيدلانيه يدل على انها هتكتب حاجه ما تشبه اليوميات، يعني او سرد لمباريات حياتها هي في بدايه ممارستها للمهنه. الغلاف هي حسنا فعلت، يعني الغلاف عليه روشته الحروف بتاعتها باينه. وبعدين برضو يعني السيدات اللي في المنحنى الاخير من العمر، باعتبار يعني هو مجتمعنا برضو مفتقد حاجه. وبالصدفه النهارده في كارثه حصلت، مش عارف انتوا جريانين بيها ولا لا، لفتاه وكده، مش عايزين نجيب السيره، لكن هي السيدات اللي هم رمز الجمال، مجتمعنا ده افتقد برضو لجماله. يعني اللي منكم يفتكر زمان لما كان يعني زميلاتنا في الجامعه مثلا كانوا جميلات وبعدين فرحانين بجمالهم، يعني انا فاكر ان زميلاتنا دول كانوا جت موضه البنجي، ايه المشكله لبس منجي، وده قال عن كمان كان في اختراع اسمه المايكروجيف كمان، وبعدين حكايه شعرهم. يعني انا اقصد ان حصل نوع من مش عايز تبقى رده او ظلاميه، هم طبعا بيسموها نوع من الصحوه، يعني كده ان السيدات هم مظهر الجمال، لكن منحنى العمر لما بيتاخر او بيبقى خلاص المنحنى هابط، يعني زي ما الاستاذ بيقولوا ان هي جايبه هي السيدات، وكان ده الشكل اللي هي كانت معتاداه في القريه، يعني ده الشكل اللي في القريه، ان يعني معظم الزبونات بتوعها كانوا هم هذه الشريحه. طبعا الكتاب هنا ليه مقدمات، انا بصراحه ما بحبذش المقدمات في العمل الادبي، لان بتبقى شبه توجيه او نوع من الانحياز، خاصه اما واحد تاني كمان اللي يكتب المقدمه، يعني بعتبر ان في حد بيوجهني للقران. ولذلك انا بلاقي مقدمه الكاتب، انا مش بقى مقدمه حد تاني، انا بتكلم على مقدمه الكاتب نفسه، انا بفضل اني اقراها في الاخر، وانا عملت كده فعلا. يعني انا بحب يعني ادخل على العمل كده مباشره، اعرفه هو الاول وبعدين اشوف، يعني ما ببقاش عايز نوع من التوجيه. فيعني ده بس انا بحكي ازاي انا قريت. في ملامح هنا بقى مهمه قوي، ان مثلا ايه القصص انا عملتها زي ترتيب من دماغي، باعتبار ايه ان في جزء بيبان منه يعني تقريبا سرد يوميه بدقه، يعني لكن في اجزاء بيبان فيها بقى الحس الفني او الحس الادبي يبان اكتر. يعني مثلا انا عجبتني قوي الست العجوزه والفاشله دي، من الألق، وانا اعتقد ان هي الماستر بيس يعني بتاعت انسانيه جدا بتاعت المجموعه. لا الرؤيه فيها الشفافيه، يعني ايه، لان هي يعني دي من القصص القليله اللي بعدت فيها عن جو المهنه، ان هتجيب دواء او هتركب دواء او يعني الجزء هنا عاطفي تماما. يعني انا اقصد ان النزعه الادبيه كانت هي اللي متغلبه هنا. صفحه 61 ليه بقى؟ يعني هي قالت لي العجوز، يبدو ان هي واحده من الغلاف هنا، انها تخطت 75 يعني. وبعدين السيده يعني عندها قدر من الحنون والتعاطف يعني واضح قوي، لان هي جايبه لها البيض وشويه خضروات لقيتها. وبعدين كمان هي الاشاره هنا انها مش تجاره، هي مش بتعهدها، ده هي الكاتبه نفسها هي اللي حست ان الواجب يقتضي انها تديها يعني مقابل مادي، والست على استحياء قبلت المبلغ ده يعني.
وبعدين طبعا اشاره هنا للادويه اللي هي الضغط والكبسولات المقويات او كده، لكن فكرتني هي بقى بالمقالب بتاعت شيكوف المفاجئه، ان المره اللي الست فيها تغيبت او ما جاتش بعد فتره طويله كانت توفت. يعني حتى هي عملت فيا نفس المقلب من زمان قوي لما ابتديت اقرا شيكوف، القصه المشهوره بتاعت موت الموظف دي اللي اصابتني بفزع، يعني لان هو مهد ان الحياه ماشيه، الراجل التاني عطس وخلاص، لكن حكايه انه يبقى مات دي كانت هي المفاجاه. هنا برضو هي عملت لي المفاجاه دي، يعني افلحت اقصد ان هي يعني بينما هي بتقعد مترقبه الست هتيجي وجايبه معاها الهديه او العطيه اللي بتجيبها دي كده، اما ما جاتش انا السبب الوحيد اللي خلاها ما جاتش انها ما بقتش من اهل الدنيا، ده السبب الوحيد. انا اعتقد ان دي من ارق القطع. اللي عجبني هنا وحتى كنت بقول للدكتوره دلوقتي ملاحظاتها عن الدايات اللي هو السجل السري للمجتمع المأساوي في الريف، ان الدايه يعني هي دي يعني مكمن اسرار القريه او اسرار الحياه اللي ماشيه في القريه. هي يعني تناولت الحكايه دي بكذا طريقه، يعني مثلا في صفحه 53 هي اتكلمت عن باشارات كده خاطفه لكنها بتستحس دماغ القارئ انه يفكر ان هؤلاء الناس. وطبعا الكلمه المشهوره قوي اللي كازنزاكس كان بيجيب سيرتها كتير، ان دايما الفلاح اللي قريب من التربه هو اقرب لربنا من اهل المدن، باعتبار ان القريه دي ربنا خلقها لكن المدينه دي الشيطان هو اللي خلقها، فهو هو هو التصنيفه بتاعته كده. فالفلاح اللي هو قريب جدا من الارض ده اما بتتقلب الحكايه بالنسبه له بما يرضي الله طبعا انها بقت مشكله شرف، بيتحول ببساطه الى قاتل. هي ادتنا اشاره دي في 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 البدايه اللي كبس عليها بالليل عربيه، هي واسطه هنا عربيه فارهه فيها شويه رجاله كده من الطرف، يعني جايين كده جايين ياخدوها في حكايه، يعني هي ما قالتش التفاصيل لكن الاشارات واضحه ان في فتاه هم فوق انها هتبقى حامل وبيحاولوا يقنعوها ان الحكايه في استعجال جوازها. المهم ان هي قضيه من القضايا المشهوره عندنا. هي بقى بتحكي ببساطه الدايه بقى بتقول ايه او وجهه نظر، ده البراعه اللي في الموضوع، ان الدايه دي شايفه المجتمع ازاي، وهؤلاء الشنبات اللي الواحد منهم مش عارف هي كانت هنا يقفل يضلوا مش عارف يعمل ايه او كده، ان هؤلاء الشنبات المشكله دي عبر تراثهم وتاريخهم الفظيع هم عندهم ليها حل، وبتحصل او بتحصل، طب بيحاولوا يحطوا قدامها فلوس او يحاولوا يحطوا قدامها كذا، والا فالقتل. يعني هي طبعا اللي ورا الكلام ده برضو مساله العلاقات، يعني كيف تسير العلاقات، خاصه وان هي اشارت هنا في عدد من القصص للمرحله، وانا اعتقد ان كانت جت سيره الحكايه دي كتير قوي يحيى طاهر عبد الله، ليه قصه اللي هي اتحولت لفيلم بعد كده على هوجه سفر الرجال ويسيبوا البيوت وبعدين تتحول وعرق البلح وعرق. ايوه هي اشارات كتير، يعني ناس كتير كتبوا ان الاسر اللي بتبقى بلا الرجال دول، وبعدين بقى نداءات الطبيعه اللي هي موجوده وبيحاولوا يعني يتدخلوا فيها بكذا طريقه، لكن الدايه بقى هي اللي عينها على رصد حالات التجاوزات اللي هي اتسمت بعد كده شرعا زنا محارم، اتسمت بعد كده مش عارف ايه مسميات كتير قوي، لكن هي كلها نوع من الخلل الاجتماعي. وما يجي بعين بقى الدكتوره كريمه تبقى الحكايه بالنسبه لها يعني الفكر الثوري بيتدخل هنا، ان هتبتدي تساؤلات. اشاره هنا هي طبعا ما اتكلمتش فيها قوي، لكن هي بتشير الى طب هي دوافع السفر دي كانت ايه، يعني اللي بيسافر ويسيب الوطن ده، يعني هو مش لاقي ياكل في الوطن فهو بيسافر، خاصه ان في اشاره تانية مهمه للتليفون بتاع الصيدليه، ان بقى التليفون بتاع الصيدليه انا طبعا كده بمر على عدد من القصص لانها مترابطه، هي سايبه بينهم خيوط، يعني دي ما تبعدش ابدا عن حكاية إن سنترال القرية تحول إلى وبعدين هي قاعدة بقى تسمع المكالمات، يعني إزاي إن الزوجة اللي هي
مفتقدة جوزها تماما. وعادة الزوجة في الجو ده لما بتتكلم في التليفون أو هي الزوجات الريفيات دول ما بيتكلموش في العواطف أبدا، بينما العواطف هي نمرة واحد، بس هي تخجل أو الحياء بيمنعها أو هي ما بتتكلمش، لكن الطبيعة بعد كده هي اللي بتتسلط عليها، ده موضوع تاني. فالصيدلانية هنا برقبة المكالمات ولسان حالها، هي عايزة تقول يعني الست اللي بتقول له أهم حاجة يا أخويا إن إحنا نطمن على صحتك، احنا مش ناقصنا حاجه، لا فلوس ولا ناقصنا حاجه ولا بتاع، وهي مش لاقيه تاكل. المكالمات اللي هي وصفها هي بشكل قاسي يعني جدا، لكن هو ده الحال. ولو قلنا ان الحكايه دي مر عليها سنوات طويله يعني وتكاد مستمره لغايه دلوقتي، مهما تغيرت التكنولوجيا يعني وقاش التليفون ده ففي طرق ثانيه للاتصال، لكن هي نفس الحاجه. بصراحة هي يعني عين راصدة للظواهر يعني طبعا اما بتبقى العين هنا دي مش عين الادب وبس، مش عين اديبة وبس، لا، الفعل الثوري هنا موجود. يعني هي بتتكلم عن خطوة تانية زيادة عن رصد الاديب، ان هي بتتكلم هنا كأنها قضية مجتمعية، ان طب المجتمع ده فين لما الناس دول بقوا عاملين كده. عشان كده في حاجتين تانيين مهمين قوي اللي هي جت سيرتها، مثلا اشاره خفيفه جدا ورقيقه قوي اللي هي حكايه اسمه كيب الكامل اللي هي صفحه 57، والمفارقه الظريفه قوي إن يعني طبعا هي السياسه والدين، انها لقيت ان الناس دول بيفكروا ان النقيض لمسلم في القريه دي شيوعي، مش النقيض مثلا المجتمع ده مسلم ففي مسيحي، لا ده شيوعي. طبعا انا من عندنا كمان كان شيوعي، ان حتى شيوعي وشيعي دي بتلخبط ايام الثوره لو تفتكروا، كانت شيوعي وشيعي دي برضو عامله مشكله. فالقصه بتاعت اسم كيب الكامل، وطبعا يمكن ده ردا على التساؤل حكايه اسمائنا اللي في البطاقه، او هي البطاقه لازم يكتب فيها مسلم او مسيحي، يعني حكايه الاسماء وهي محدده بتقول ان الواقع المرير ده في اواخر السبعينات. طبعا تحديد هنا السبعينات ده احنا دايما بنؤقت ليه اللي هو اخواننا البعده سموها الصحوه، او ان يعني ان 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 المصريين ابتدوا ينتبهوا، المصريين اللي هم اقدم ناس على الكره الارضيه فهموا بشهاده الدنيا كلها، يعني ابتدوا يفهموا لما الشيخ الصحراوي قال لهم مش عارف ايه، يعني هي دي العلامه. يعني طبعا حكايه الدين عند البسطاء بقى، ان البسطاء زي ما انا لسه كنت بتكلم دلوقتي عن اهل القريه دول، هم وجهه نظرهم في الدين ان هي مجرد انه بيقيم الفروض اللي عليه وخلاص، لكن هو بيعمل ايه جوه مخه بقى؟ هي دي المشكله اللي هي بتدي فرصه لاي حد يقوده لانه حتى يعمل مصيبه. اللي هي صفحه 65 هي عملت تجربه هنا لطيفه قوي، حكايه تتبع اللي هي عنونتها اشمعنا يعني ده اللي صورته في الجورنال، رغم ان العنوان طويل الا ان مجريات الامور فيه جميله جدا، وهي دي العين الاشتراكيه صحيح زي ما الكتاب بتاع الراجل الكافر بيقول. مش هم بيقولوا عليه كده، كمل الملي ماليش دعوه. هي عملت متابعة موازية لسيدة ريفية مسكينة الحمل بتاعها ما بيفطرش، يعني عندها حالة، طبعا هي ابنها صيدلانية فهي ملاش دعوة بالتفاصيل دي، يعني الحمل هيبقى في تخصص في ناس تانية تقدر تعمل كده، لكن هي متابعاها وعينها بقى التانية على الخبر عمال يجي في الجورنال ان في وليه العهد بتاعت الاميره، ما رضيتش الاميره دي مين، وان كان في مكر في الحكايه دي ان ديانا كان في مشكله، هو ده حمل صحيح ولا حمل واحد تاني، ما لناش دعوه بالتفصيل ده، هي ما قالتش، بس هي يعني كان لسان حالها هنا بتتكلم عن واحده حامل في اقصى اقاصي التراب المصري اللي بتاع ما حدش مهتم بيها، ولا تولد ولا ما تولدش ولا تروح في الستين داهيه، بينما في واحده تانيه حامل العالم كله عمال يترقب الحمل بتاعها، وصور بالتلفزيون ورعايه مش عارف ملكيه عامله ازاي،
ورغم ان العيله المالكه مش عاجبها الحمل انما مثلا لازم هي تبقى في حاله الرعب وطاقم من الاطباء واطباء عالميين. والثانيه يعني والريفيه هنا هي فاهمه كويس قوي ان المصير اللي هي الحاله اللي فيها دي مصيرها مؤلم. لكن الصيدلانيه الراصده هنا بتحاول تحفز بنجمتها او تحاول يعني تعمل معجزه وفي نفس الوقت عماله تراقب الحمل بتاع الاميره. في اشاره هنا كمان لطفل تاني لطفل تاني اللي هو حكايه ظاهره العيال اللي بيجيله بالاسهال اللي هو بقى الجفاف بعد كده ما مشروع الاطعمه ان بقت الشائعه ان ده عنده اسهال عشان بيسنن لغايه ما يموت. يعني هو بصراحه انا المجموعه هنا على قد ما هي مؤلمه وعلى قد ما هي مؤسفه بس هي دي حياتنا. والعين الاشتراكيه هنا يعني ممكن ترصد كده بس الحلول ما بتبقاش في ايدها. يعني هي يعني تقدر تضعفه في مجلس كذا او مجلس كذا وتقول حاجات وتفرض فروض وتعمل قوانين لكن ربنا يتولانا. والف شكر يا دكتور.